واحد بيقول أن الله في سفر التكوين تعب وفي اليوم السابع استراح، الله لا يتعب ولا ينام. ما قالش في الكتاب المقدس أن الله تعب؟ أنتوا جبتوها منين دي؟ ما قالش. بيقول خلق العالم واستراح في اليوم السابع، لكن ما قالش تعب. وكلمة استراح مش معناها انه كان تعبان، استراح يعني انتهى من عملية الخلق، والله ما زال يعمل وما بطلش عمل ابدا. والسيد المسيح بيقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل، وحتى بعد ما انتهى من الخليقة ظل يعمل في رعاية الناس وفي إنقاذ الناس وفي تعليم الناس وإرسال الأنبياء والناموس وفي معاقبة الخطاة زي الطوفان وزي سدوم وعمورة إلى آخره. بتقول ما تفسير هذا التناقض؟ طب التناقض بالدال، لا ما فيش تناقض يا بنتي. ربنا ما قالش، الكتاب ما قالش ان ربنا تعب.